الموسم اللي فات انا شفت غيابات حصلت في نادي الهلال كبيره جدا، يعني غاب سالم الدوسري لم يتاثر الهلال ونتائج الهلال كان بسم الله ما شاء الله، غاب يعني متروفيتش الهداف للنادي للفريق ونفس الحكايه الاداء والنتائج كانت كويسه جدا، غاب مالكم وغاب ميشيل ديلجادو غاب روبن نيفيز غاب سافيتش، كل اللعيبه دي مرت عليها اصابات ما بين غيابات ايقافات واصابات ونفس الحكايه ونفس النتائج اللي حققها الهلال دوري وكاس وكاس سوبر بدون هزيمه. دي البطولات اللي حققها نادي الهلال، ده اللي حقيقتنا نشيد بيه ان نادي الهلال نادي كبير جدا. انا هقول لك على حاجه برضه، بس احنا ما بنقولهاش مثلا بنجامل في الهلال او بنجامل في حد. لو الفرق كلها جابت صفقات والهلال يبقى الحال على ما هو عليه، عليهم مجارات الهلال. يعني لو النصر جاب لعيب والقادسيه جاب لعيب والاتحاد جاب لعيب والاهلي جاب لعيب، تبقى رقم واحد للهلال المنظومه. ما انا بقول لحضرتك اهو، الهلال اساسا مش اي لاعب هجيب. الهلال عاوز لعيب معين وبصفه معينه وبشكل معين، سواء في السن او سواء في المراكز اللي هو محتاجها. في فرق بتجري على انها تاخد من قدام ده وقدام ده وقدام ده وفي الاخر ما بتعملش حاجه. يا كابتن كرم، ايه اللي بيعجبك في الهلال؟ صل على النبي. هنقف عند التصريح بتاع اوتافيو نجم النصر السعودي الاخير، وهسيب لك الرابط بتاع تعليق وتصريحات اوتافيو عشان في الرابط عشان ما تقولش ان انا جايب كلام من عندي، يبقى كلام واثق قوي. اوتافيو بيقول ايه؟ بيقول لك ايه؟ يعني كريستيانو رونالدو ما حضرش المعسكر بتاع النصر من بدايته، او هيحضر في التجهيزات لكاس السوبر ومباراه التعاون والموسم الجديد ان شاء الله باذن الله، بدايه من كاس السوبر ان شاء الله باذن الله في الدور قبل النهائي. طيب قال لك كنا نعمل في هدوء بدون كريستيانو رونالدو. هو عاوز يوجه رساله، والرساله دي يا ريتها جمهور النصر يعي معنى الرساله دي كلها. تاني حاجه، لما تيجي تقول لي ايه اللي بيعجبك في النصر، اوتافيو قال لك واشاد باداء الهلال السعودي، اداء الهلال مميز جدا في حاجات كتير جدا، الاداء في تجانس في انسجام في ترابط ما بين مجلس الاداره والجهاز الفني واللاعبين والجمهور والاعلام الهلالي نفسه، في وجهه اعلاميه بتتكلمش كتير قوي ولكن بتقول النقط اللي هو عاوز يوصلها بس. ده شغل معمول بنظام. الصفقات اللي جت نادي الهلال، بص عندك هتلاقي في صفقه عنده جت 35 سنه 40 سنه، وفي صفقات بتيجي لنادي الهلال عشان تقدم بطولات لنادي الهلال. يعني اقل الاسماء اللي سمعناها في الصفقات الكبيره جت نادي الهلال، وشفنا الاداء اعلى عند نادي الهلال. ليه؟ لان الهلال هو اعلى بالنسبه لاداره نادي الهلال وجمهور نادي الهلال. اهم حاجه هتقدم لي ايه نتيجه وهتقدم لي ايه بطوله. الموسم اللي فات انا شفت غيابات حصلت في نادي الهلال كبيره جدا، يعني غاب سالم الدوسري لم يتاثر الهلال ونتائج الهلال كانت بسم الله ما شاء الله، غاب يعني متروفيتش الهداف للنادي للفريق ونفس الحكايه الاداء والنتائج كانت كويسه جدا، غاب يعني مين مالكم وغاب ميشيل ديلجادو غاب مين غاب روبن نيفيز غاب سافيتش، كل اللعيبه دي مرت عليها اصابات ما بين غيابات ايقافات واصابات ونفس الحكايه ونفس النتائج اللي حققها الهلال دوري وكاس وكاس سوبر بدون هزيمه. دي البطولات اللي حققها نادي الهلال، ده اللي حقيقتنا نشيد بيه ان نادي الهلال نادي كبير جدا. احنا لما نرجع بقى نشوف اوتافيو والكلام اللي قاله ان احنا كنا بنعمل بهدوء في المعسكر بدون كريستيانو رونالدو، بيوصل رساله. كريستيانو رونالدو واخد الضوء كله، حته ان النصر ياخد بطوله محتاج يعمل انسجام ويعمل توازن داخلي بين اللعيبه ويدي الدافع عند اللعيبه عشان تقدر تحقق بطوله. مع النهارده انا شايف ان ساديو ماني مش ساديو ماني، تاليسكا مش هو تاليسكا اللي من سنتين مع النادي النصر رغم ان هو ممتاز، ولكن تاليسكا نجم انا من وجهه نظري هو اعلى من كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو قتل النصر وهو متصدر الدوري في الموسم اللي قبل اللي فات، وكان سبب ان النصر خسر الدوري لان الجمهور اتجه لكريستيانو رونالدو بشغف كبير جدا. كريستيانو رونالدو نجم كبير جدا ووزنه تقيل قوي،
لكن انت اديته كل الاهتمام وباقي اللعيبه ما لقتش نفسها. النجوم اللي موجوده في نادي النصر ما لقتش الاهتمام اللي خده كريستيانو. فده ادى دافع كبير جدا سلبي عند لعيبه النصر، فادى الى خساره الدوري في الدور الثاني، والدوري راح للنادي الاتحاد. الدافع المعنوي ان انت تعمل موازنه ازاي. وانا من وجهه نظري انا قلت الكلام ده، اقول ان كريستيانو رونالدو كلاعب دوره كملعب ونجوميه ملعب انتهى، ما عادش كريستيانو رونالدو اللي ملعب اللي انت هتاخد منه بطوله، الا لو عملت توازن. يبقى في توازن واللعيبه تاخد حقها. اللعيبه يعني اوتافيو ده او تاليسكا او ساديو ماني عندهم، واحنا خلاص احنا العشق ان ساديو ماني في رحيل من نادي النصر، والنادي النصر النهارده يعني بيتعاقد مع لاعب عنده حوالي 35 36 تاني كان من الجيل اللي بيلعب مع كريستيانو رونالدو. ليه اللعيبه دي؟ انت بتدور على لعيبه تاخد معاك بطوله ولا اسماء تعمل بيها انتشار وشهره؟ ما ينفعش مع اسم النصر الكلام ده كله. فانت لما تيجي تقول لي الناحيه الثانيه، اقول لك الهلال منظم، هيجيب مين اللي هيفيد النادي؟ مين اللي هيسعد الجمهور؟ مين اللي هيجي يحقق بطولات لنادي الهلال؟ هو الهلال بيلعب بشكل ذكي، بشكل عبقري. ان انا مثلا اقول لك ايه، انا عندي جمهور، وانا محتاج ان انا اتسع بقعه الجماهير عندي؟ لا، انا عاوز اشبع الجمهور بتاعي اللي بيعشقني من سنين وامتعه بالبطولات وافرحه. شغل اداري صحيح من وجهه نظري. لكن انت مثلا كفريق منافس او غيره او 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 بعض غير الانديه، وما بتكلمش على النصر لوحده ولا الاتحاد ولا ولا ولا، انت عاوز ايه؟ عاوز اتساع رقعه الجماهيريه بتاعتك، فبتجيب لعيبه ونجوم. دي حاجه ثانيه، دي حاجه تانية. انت عاوز تلعب على النقطه دي، ما تسالنيش على بطوله. انا شفت فريق منسجم من حراسه المرمى لخط الدفاع لخط الوسط لخط الهجوم، مع الجمهور مع الجهاز الفني مع الاداره مع العامل اللي بيشتغل في الملعب عند نادي الهلال. شغل عالي، تفكير وتخطيط. ولولا التخطيط الجيد، يعني لولا التخطيط الجيد اللي موجود عند نادي الهلال، ما كانش الهلال حقق النتائج اللي حققها. انت بتقول لي في موسم كبير جدا زي الموسم اللي فات اللي فيه نجوم العالم اجتمعت في الدوري السعودي، وان الهلال ياخد كل البطولات وبدون هزيمه، ده انجاز، ده انجاز كبير جدا. انجاز انت ممكن ما تكونش حاسس بيه. ممكن بعض الناس يقول لك ايه، ما الدوري السعودي بيتاخد بقاله سنين. ايوه يا عم، بس ما كانش فيه كميه النجوم دي كلها. ما كانش الدوري الانجليزي والدوري الاسباني والدوري الايطالي لقيت نجومهم راحوا جايين فجاه مره واحده كده لقيناهم في الدوري السعودي. الدوري السعودي بقاله سنوات طويله قوي. مش هقول لك ان الدوري اللي خده الاتحاد ما كان ضعيف، لا، ده كان قوي جدا. واللي قبله كان قوي قوي قوي. ولكن في فرق بين قوه وقوه. ازداد قوه للدوري السعودي الموسم اللي فات، حتى في المشاهده، حتى في حاجات كتير جدا ادت الدافع ان كل لعيب يطلع اللي عنده. احنا مثلا لما تيجي تقول لي بعض الناس اللي بتعلق لي وتقول لي انت اشبع بالهلال واشبع، انا بقول كلمه الحق اللي انا شايفها. فريق معدل البدني عنده والجاهزيه اللي عنده للاعب واداره المباراه قويه جدا. فريق جاهز، فريق ما بيتاثرش بالغيابات، بيحسب الف حساب في الصفقه اللي هيجيبها. الهلال لغايه دلوقتي ما عملش صفقات، ومشي في كام صفقه وفشلت. بس ايه سبب ان هي فشلت؟ لان الهلال حاطط معايير معينه في الصفقات اللي هو هيجيبها، منهم صفقتين يعني تحت السن 23 سنة، وصفقة بتاعت أسومين عنده 25 سنة ما تموش. ولكن ده يدل انت لسه سوق الانتقالات بادئ ومستمر، وفريق مخطط وعنده تخطيط عالي جدا، فيستحق منه التقدير. بس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.